فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما المقصود في الحديث استفي قلبك؟ يعني طمأنينة القلب. هنا الناس يختلفون، هنا أحد لو أفتيته ما يطمئن قلبه، قلبه ما يطمئن لهذا الشيء. فهذا معنى قول الرسول: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتك. لأن المفتين كثيرون، لو نبي نطيع المفتين فأن تروح الدنيا كلها، ولكن المسلم عنده عقل وعنده قلب معمور بالإيمان. من اطمأن قلبه إلى فتوى من أحد العلماء الموثوقين فليأخذ بها، أما من افتي وهو لم يطمئن قلبه من هذا المفتي فلا يأخذ بهذا. نعم.